العاجز على الصوم عن الصوم معذور، لا يؤمر بالصوم. واحد مريض ما يستطيع، واحد مجهد جدا تعبان يبي يفطر يقول ما تفطر، بموت موت ما تفطر. يجوز؟ نقول افطر؟ نقول لا افطر. واضح ولا لا؟ فاذا القدره لابد يكون قادرا على الصوم، لابد يكون قادرا على الصوم. فمن عجز عن الصوم لمرض او غيره فانه يفطر. وسياتينا ان شاء الله تعالى احيانا الانسان يفطر لمصلحه نفسه كالمريض والمتعب والمجهد، واحيانا يفطر لمصلحه غيره، يفطر لمصلحه غيره. اعطيكم مثال، لو قلنا هؤلاء اسال الله يحفظهم ضباط المطافي مثلا اطفائيون، لو كان في حريق ودخلوا وكذا، وهو يعلم يقينا ان اذا دخل هذا سيضطر للاكل او غيره او كذا، انه سيجهد اجهاد كبير جدا يدخل ويساعد الناس وكذا ويفطر. او من راى غريقا مثلا ويعرف انه اذا سبح مثلا واخرجه وكذا يحتاج ياكل قبل ان يسبح مثلا او كذا، يفطر وينقذ هذا الغريق. وهكذا، فهذا يسمونه من يفطر لأجل الغير. ومنه المرأة إذا أفطرت لأجل جنينها، يعني قال لها الطبيب، ما سيأتينا شاء الله، قال لها الطبيب أفطري لأجل جنين، قالت أنا أقدر أصوم، قالت تقدرين بس هذا يحتاج أكل، الذي في بطنك هو يحتاج إلى الأكل، قالت بس أنا أقدر، تقدرين بس هو ما يقدر، يحتاج إلى الطعام، ما يمكن أن تصومي. فهذا يسمونه فطر لأجل الغير. إذن القدرة على الصوم، لا يجب الصوم إلا على من يقدر عليه. من كان لا يقدر على الصوم مثل حين الله يشافيهم وعافيهم مثلا اللي فيهم الكلى أو غيرها من الأمراض، الطبيب نفسه يقول لا تصوم. أو الحين بعد اللي قاعد يسوون هذا مالت المعدة، قص المعدة وتدبيس وهذه، أنا سألت كذا طبيب يقول يؤمر بعدم الصوم أول سنة، ما يقدر يصوم خاصة إذا كانت العملية قريبة، يقول إذا كانت العملية قريبة قبل شهرين ثلاثة أشهر يحتاج يشرب ماء كل ساعة أو كل ساعتين أو كذا، لا يصوم أبدا، يمنع من الصوم. لماذا؟ قال غير قادر.